يوم نحمد الله عز وجل على بركة الله قمنا بواجبنا الانتخابي وشاركنا مع رمة الجزائريين في هذا العرس الانتخابي، هذا العرس الديمقراطي. إذن أيضا نشكر كل الساهرين والمؤثرين وكل عمال والعوان على حسن التنظيم. لاحظنا باللي كل الظروف مهيئة يعني في على أحسن وجه لسماح المواطنين بتأدية هذا الواجب المقدس، هذا الواجب يعني الديمقراطي. اليوم رانا نشوف الجزائر ترقى وتزدهر والجزائر تنتصر يعني كل مرحلة. نتمنى إن شاء الله نصرة لبلادنا، نتمنى إن شاء الله بلادنا تكون نموذج وتكون رائدة كما كانت بالأمس وما زالت في مبدأ الديمقراطية. وبارك الله فيكم أنتم أسرة الصحافة والإعلام على المرافقة يعني المتواصلة وأدؤكم.